معنا من دبي عبر الهاتف الدكتور محمد النجار الطبيب العام، مرحبا بك معنا دكتور محمد. بداية لو توضح لنا ما علاقة تلوث الهواء بالإصابة بأمراض الكلى. نعم، هلا والله، مساء الخير لكم ولمشاهدينا الكرام. مساء النور. حقيقة الكلى هي عضو هام لصحة الإنسان وتؤثر على نظام العمل، عمل الجسم بشكل كامل، كما أنها العضو الأساسي المسؤول عن فلترة وتنقية الدم، لذلك يجب الانتباه جيدا. في وجود الرصاص في عوادم السيارات، أبخرت المصانع، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتليف أنسجة الكلى، هذا بشكل غير مباشر. وجود مواد الزئبق والزرنيخ والكادميوم والمخلفات الصناعية المتسربة للهواء أو الماء أو الأسماك أيضا، تؤدي إلى أمراض والتهابات الكلى والأورام التي تتعلق بذلك. ولا ننسى الصبغات الصناعية أيضا الغير مرخصة والمبيدات الحشرية الغير مرخصة أيضا، كل هذه تساعد وتكون عبء على الكلى. يعني بصراحة أرقام كبيرة، عندما نتحدث عن من 10 إلى 11 مليون إصابة حول العالم سنويا بأمراض الكلى جراء فقط تلوث الهواء، هذا رقم كبير جدا، ما رأيك دكتور؟ نعم، هو حقيقة لم تكن معروفة بالشكل الدقيق، ولكن في خلال 10 سنوات الفائتة أصبحت هناك يعني معدلات مرتفعة جدا من أمراض الكلى، وأصبح يرجع الأسباب إلى عدة عوامل، منها تلوث الهواء بشكل مباشر في عدة يعني أصعدة. فطبعا يعني مش بس الأمراض هي التي تأذي الكلى ولازم نقاومها، مطلوب منا كمان نحافظ على بيئة سليمة لصحتنا وصحة أولادنا. طيب، يعني نحن كأفراد وفي ظل البيئة التي نعيش بها، إضافة إلى عوامل التوعية بالحفاظ على البيئة، كيف يمكن أن يعني نحافظ على صحة جهازنا التنفسي أو حتى موضوع الكلى، بما أننا نتحدث عن أن تلوث الهواء بشكل مباشر يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى؟ يعني هو دائما التحذيرات تأتي على مسألة اللي هو الحفاظ على ضغط الدم والسكر وإلى ذلك. لم تشر يعني لم نأخذ نصائح من أطباء أن هناك أيضا تلوث الهواء ممكن يؤدي إلى الفشل الكلوي أيضا، وبالتالي قدر الإمكان أصبحت هي مسؤولية فردية وبالمجتمع، تعكس المجتمع أنه نحافظ على كل ما هو يؤذي الهواء من كل أو يؤدي إلى تلوثه. نعم. أشكرك جزيلا دكتور محمد النجار الطبيب العام، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من دبي.